لطفي، كان فما حزب ولا جهة سياسية تعرض عليك برشة فلوس باش تأثر في الجمهور شوية معاه، تقبل وتمشي ولا تفضحه؟ ما نفضحهمش وما نقبلش. ومن ملامح كاينها صارت مرة، صارت برشة مرات. آخر مرة في طنبك الغسرة متاعنا وفليلة نفليو مع الدبوبة تاع ربي حلها شهر شهرين أخرين تاع تحرك 800 مليون عرض جيك هك. هاوكا هاوكا البودينة ميكلمونيش طول أنا ترى بودينة إذا ريتو يضحك سيئي معناها ثابت 800 مليون 800 مليون بودينة قناة أي؟ أخرى اللي نسب فيها كل يوم شيك بلون قناة مش تنضم لل... ننضم شيك بلون قناة الحوار التونسي. ما أنا قلت لك قناة، ما نجمش نقول لك، ما نجمش نقول لك الحزب. أهوك أخوي أهوك. بعد ساعات تقول له ما غير ما توصل لي، تعرف وقت شي يوصل لي؟ وصل لي بعد 4-5 شهور عندي فيه الثقة التامة، يعرفني شنو هو. ما يتحكيش الموضوع هذا معي. أنا نخرج من التاسعة وقت اللي نحب نخرج من التاسعة، وما نخرجش على خاطر ماشي القناة أخرى ولا غيرها. نخرج وقت اللي ما عادش عندي علاقة بالتاسعة. حزب نافذ في البلاد اليوم؟ في حزب يعطيك 800 مليون مش نافذ ويعطيك أكثر، وبعد جي يقول لك بخلاف 800 مليون عندك تورنيه معايا درا شنو برشا فلوس ومشاكلك تنحلها لك. ما عنديش مشاكل، ما عندي مشاكل، وعندي عائلات وعندي ناس مزمره ورايا وعندي، فهمتني؟ نجم هذوك نقول له بلا ياك ولاد خالي مساكن بطاله ومرضى عاونهم ها ودرا شنو ها، وعندي علاش عندي خطيه نتاع 200 مليون عندي الفيسك هبط عليا بالرهبط له انت، فهمتني شنو؟ ايه علاش ما يقولش لطفي، علاش ما يخرجش ويعلن عليه هذا؟ تخاف يضرك؟ مش يضرني، فما حاجات ما تتحكيش، فيك تحكي في وقتها. باهي قل لي مثلا الحزب هذا قادر يضر فنان كان يحب؟ بيان سور اي حزب قادر يضر فنان، تسبوا انت نهار كامل مدقدقوا نهار كامل متقتكلوا ليماج نتاعو، وهو يجي باش يمشي يقرب الانتخابات وانت طايح له من الكوتا نتاعو، ويكون باش ينتخبوا زملاين ينتخبوا 200,000 ينجم حتى يبعث شكون يقتلك. مشكلة تهديدات بالقتل؟ ما مش مشكل، معناها من تعرفني مانيش شكاي انا، لان نقول جاتني تهديدات ناس تعرف صار لي وتعرف عشت وتعرف اللي وعشت ولست نحوس بالسكاك ولا كريم وجان ومعايا كارت كورات وفلوسي كل مشات في تأمينك في تأميني انا وجماعتي مش وحدي، معروفة هذية، معناها مانيش نقعد كل ميسيون هدوني وعملولي واحزاب تحب تشريني، ولا لو كوتيديان هذاك رجل اعمال يحب يشريك وخاطرك اليوم مؤثر، غدوه معاش مؤثر معاش يهمهم فيا، معاش يدور لك حد، مش معناها لطفي خشير راك انت مؤثر اليوم مؤثر اي انسان مؤثر باش يعرضوا عليه. باهي